مباشرة ينضم إلينا المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ وديع عواد. أستاذ وديع، أهلا بك. هل بات واضحا أن نتنياهو يرفض هذه الصفقة أو إطار الصفقة المقدم، وأنه التف على بنودها إذا ما كانت هذه البنود غير التي تحدث بها، وخصوصا تحدث أن الصفقة لن تتم أو لن تكون الصفقة بدون أو عشرات آلاف من المعتقلين الفلسطينيين كما كانت سابقا، والمقاومة الفلسطينية تشترط وقف إطلاق النار؟ ما الذي يحدث فعليا في ظل هذا؟ يعني نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال منذ فترة، أو منذ بالأحرى بداية الحرب، ويقول أننا ذاهبون من أجل أن ندمر حماس ونستعيد الأسرى، وأن لا تشهد غزة مجددا تهديدا لإسرائيل. هذه الأهداف الثلاثة يعني كررها وباتت أسطوانة مشروخة، وبات بعد 121 يوم من الحرب على غزة واضحا أن هناك تناقض بين تحقيق هذه الأهداف. لا يمكن الإجهاز على حماس وبنفس الوقت استعادة المحتجزين أحياء. هذا يبعث على التساؤل حول يعني صدق نوايا نتنياهو. ثانيا، حينما تتحدث أنت عن صفقة وهناك وسطاء وهناك مداولات ومحاولات لاختراق والتوصل إلى تسوية معينة، ومن جهة ومن جهة ثانية أنت تقول أنك ستذهب إلى قتل قيادة حماس، هذا يعني ماذا يوصل؟ أي رسالة يوصل لحركة حماس؟ هذا يعني أن الرجل غير جاد في التسوية هذه، ويقول لحماس ليس لديكم فرصة سوى الموت. وهذا يبعث على السؤال، لماذا إذن حماس يعني تتنازل عن ورقة المساواة المهمة التي بيدها، والمقصود هو المحتجزون طبعا. نعم، لكن على ما يبدو نعم هناك حسابات داخلية في إسرائيل تدفع نتنياهو إلى أن يواصل هذه الحرب دون اكتراث بالمحتجزين وبمصيرهم في سبيل إطالة أمد هذا الائتلاف. هذه الشكوك باتت في إسرائيل واضحة، وكل ما يبدر عن نتنياهو على ما يبدو ينطلق من هذا المنطلق. نعم، لكن نتنياهو نفسه الذي تحدث وقال أنا ذاهب لهذه الصفقة حتى لو سقطت الحكومة، هل كان نتنياهو يعتمد على ضمانات معينة إذا ما تفكك هذا الائتلاف وأن الحكومة أو سيضمن بقائه في منصبه؟ أنا شخصيا لم أسمع نتنياهو قال ذلك أو نسب له مثل هذا القول. كل الوقت نتنياهو يتحدث عن ضرورة تدمير حماس وعن الانتصار المطلق وما إلى ذلك، وحتى حينما هاجم أحد وزرائه الرئيس الأمريكي جو بايدن ويعني تفوه بتصريحات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، اكتفى نتنياهو بالتلميح وبلغة مخففة ملطفة، وكل هذا حرصا على الائتلاف. ولذلك يعني كل الحسابات التي تدور الآن في إسرائيل يختلط فيها الاعتبار ما بين خدمة المصلحة العليا وبين خدمة المصالح السياسية والحزبية والشخصية، وهي بنهاية المطاف في يعني حسابات واعتبارات فئوية، وهذا ما يعقد المشهد أكثر فأكثر. وهناك يعني تزايد في الفهم في الشارع الإسرائيلي بأن الرجل يتصرف بأنه يعني منشغل بنفسه، وليأتي من بعده طوفان أو فليكمل فليستمر الطوفان ويأتي على كل الدنيا بشرطة أن يبقى على سدة الحكم. هذا أكثر وأقل جوهر وحقيقة نتنياهو في هذه الفترة. نعم، فيما يتعلق باجتماع لبيد نتنياهو وإعطاء شبكة أمان وتوفير لنتنياهو في سبيل استعادة الأسرى الإسرائيليين ضد المقاومة الفلسطينية، إلى أي مدى من الممكن أن يثق نتنياهو بالمعارضة ويذهب على حساب المتطرفين من ائتلافه؟ لا، هذا لم يعد وارد. رئيس المعارضة كان قد اقترح ذلك، وهناك من اعتبر الوهلة الأولى أنه ألقى بعجل نجاة لنتنياهو، لكن نتنياهو اعتبرها قنبلة موقوتة لأن من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك هذا الائتلاف. لأنه ببساطة لبيد يعني لا يقدم نفسه، يقترح نفسه أن يكون شريك في الائتلاف من أجل تمرير الصفقة فقط، ويقول شريطة خروج المتطرفين من الحكومة بدون بن غفير وبدون سموتريتش. نتنياهو يعتقد أنه في حال تم ذلك لبيد لن يبقى في الحكومة بعد إتمام الصفقة بعد شهر شهرين 4 شهور، وبالتالي سيجد نفسه بدون ائتلاف وسيسقط.
ولذلك نتنياهو حتى لم يتحمل أعباء الرد على لبيد، تجاهل هذا المقترح، ولم يكن هناك سيناريو حقيقي في إسرائيل بأن يتم يعني ضم لبيد إلى هذا الائتلاف من أجل تمرير صفقة. نتنياهو يعني هذا يعيدنا للسؤال الأول، لو كان نتنياهو معنيا فعلا في الصفقة ويرى فيها هدفا أوليا لرضي بهذا الحل حتى بثمن تفكيك الائتلاف، ولكن بالنسبة له هو أن يبقى على كرسي الحكم والسلطة في إسرائيل أهم من كل المصالح، ولذلك هو لم يعقب حتى على تصريحات لبيد. نعم، في الداخل الإسرائيلي يدرك هذا تماما بأن نتنياهو هو يعني يريد نفسه، هو النجاة بنفسه، ولا يساعد حتى في اليوم التالي كما قالت هارتس. لكن هذه الضغوط والمظاهرات من قبل يعني أهالي المعتقلين الإسرائيليين لا تشكل ضاغطا على نتنياهو؟ نتحدث أيضا عن اليوم 22 بعد 100 وذات الأهداف التي يكررها، لكن على واقع الأرض لا يوجد تحقيق لها، لا يشكل ضاغطا أيضا على نتنياهو؟ نعم هناك ضغوط، ولكن حتى الآن الضغوط ليست بالمقدار الكافي من أجل زعزعة أركان هذا الائتلاف المتمسك بالسلطة حتى الآن. عائلات الأسرى أولا يعني يطلب منها أن تصمت، وأن الثرثرة والتظاهر والضجيج سيخدم سنوار وحركة حماس، ونحن في فترة حساسة وفترة مفاوضات ومساومة، لذلك عليكم بالصمت. أحيانا يستجيب العائلات لهذا النداء وأحيانا يتمردون، ولكن بسبب يعني حساسية الموقف في كثير من الأحيان تجد العائلات المعتجزين وأنصارهم في حالة التباس وحالة حرج وارتباك، مما يحول دون خروج يعني الكمية كبيرة من الإسرائيليين إلى الشوارع. بالإضافة طبعا إلى أن الكمية الكبيرة من الإسرائيليين حتى الآن تعتقد أن وقف الحرب والخروج في صفقة تنهي الحرب دون تحقيق الأهداف العالية، دون الإجازة لحماس، مع الاستمرار في حكم حماس، هذا بمثابة هزيمة غير مسبوقة وخطيرة على مستقبل إسرائيل، ولذلك هم لا يساندون العائلات في هذه الاحتجاجات. الاحتجاجات حتى الآن لم نرى فيها مئات الآلاف أو حتى أقل من ذلك من أجل المطالبة بتغيير سياسة الحكومة أو إعادة تعريف أهداف الحرب بشكل واقع أكثر. نعم، فيما يتعلق كما أوردته بالقناة 13 الإسرائيلية بأن هناك ضغوطا أمريكية على نتنياهو للقبول بهدنة 4 أشهر، هل في حقيقة الأمر وفي ظل هذا التعاون وفي ظل أن الولايات المتحدة هي من قادت مجلس الحرب في بداية هذه الحرب، ألا تشكل ضاغطا على دولة الاحتلال للقبول بهذه الهدنة في سبيل ما يتحدث به نتنياهو بأنه لن يوقف الحرب حتى تحقيق النصر الكامل كما قال؟ يعني الأهداف الخارجية والأمريكية بالتحديد حتى الآن ناعمة ولا تملك القدرة الكافية من يعني أو من الإرادة للضغط على حكومة نتنياهو. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية لأوقفت الدعم العسكري والمالي والغطاء الدبلوماسي والشرعية التي توفرها لاستمرار هذا العدوان على قطاع غزة. حتى الآن نرى الكثير من الجعجعة ولا نرى يعني إلا القليل القليل من الطحين، حتى المعونات الإنسانية لا تدخل كما يجب إلى قطاع غزة، ولذلك يبقى السؤال الفصل هنا ليس ما يقوله هذا أو ذاك من الساسة الأمريكيين بقدر ما تصنعه أيادي جون بايدن والإدارة الأمريكية. ينبغي النظر إلى ما تفعله أيادي هؤلاء وليس إلى ما تلهج به ألسن الأمريكيين، لأنه حتى الآن للأسف الشديد كل هذا الحديث عن الضغوط على إسرائيل، عن الدولة الفلسطينية وعن الرؤية السياسية الخاصة ببايدن حتى الآن يبدو وكأن هذا أقرب إلى أن يكون ضريبة شفوية مما هو موقف سياسي حقيقي يعني ضاغط على حكومة إسرائيل. دعم أختم بهذا السؤال وهو توسع رقعة هذه الحرب. كانت هناك تهديدات سواء من جنتس أو من وزير حرب الاحتلال جالانت بأنها ستمتد، وسابقا قال إن ساعة الرمل قد تنفذ أو الوقت قد ينفذ لعملية عسكرية في لبنان. إلى أي مدى من الممكن أن يتوجه نتنياهو بمثل هذه التوسعة؟ يعني على خلفية ما قلنا ربما يكون هذا جزء من السيناريو أن تمتد نيران الحرب حتى إلى جبهات أخرى، وبالتالي
يكون كرسي نتنياهو في مأمن، لأن طالما استمرت الحرب واستمرت القتال على أكثر من جبهة لا يوجد هناك أي فرصة لانتخابات أو تغيير رئيس حكومة في إسرائيل. لكن هذه التهديدات التي تأتي على لسان يعني غالان تتكرر وباتت مملة برأي كثير من الإسرائيليين مراقبين الإسرائيل، لأنه يكرر ما قاله قبل أيام فقط، وهذا ربما نتيجة يعني تجاذبات إسرائيلية داخلة وصراعات على الأنا وصراعات على الصورة وعلى الحضور. لكن بالتأكيد السطر الأخير من غير المستبعد أن تتطور الأمور في الجبهة الشمالية، رغم أن يعني حزب الله ربما يكون غير معني بأن تشتعل الأمور وتتصل إلى حرب واسعة، ولكن إسرائيل حينما تعلن على لسان سفتها وعلانية أنها لن تقبل بوقف الحرب حتى لو انتهت الحرب في غزة طالما لم ينسحب حزب الله إلى ما بعد الليطاني، هذا التزام علني ربما ينذر بأن إسرائيل وجهتها إلى توسيع القتال في الجبهة الشمالية. شكرا للأستاذ وديع عبود المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.